تقع قرية تبعليين ببلدية خيران جنوب غربي خنجلة، وتحديدا على يمين الطريق الذي يربط بين بلديتي بابار وخيران. عند سفرنا من الأولى نحو الثانية، ساعد توفر الماء في تبعليين على استقرار الإنسان بها منذ القديم، إذ يقطعها الوادي المسمى حاليا واد العرب، مما ساعد الإنسان على الاستقرار وممارسة الزراعة وتربية الحيوانات. تنتشر الآثار في عدة مواقع بتبعليين، وأهمها الموقع الذي يضم ضريحا يعود للعهد الروماني. أدى غياب اهتمام السلطات بهذه الآثار من جهة، وطمع البعض من جهة أخرى في العثور على الكنوز، إلى تعرض هذا التراث العمراني إلى خطر الزوال. فهذه المواقع لا حراس يسهرون على حمايتها، ولا حتى سياج يحميها من عبث الإنسان. وكأن هذا التراث لا يعنينا ولا قيمة له من حيث التاريخ والاقتصاد. سياحية، إلا أن يد الإجرام والبحث عن الكنوز خربت معظم هذه الأزهار، وأيضا من الأسباب اللي أدت لهذا التخريب هذا هي غياب السلطات المحلية. التبعليين هذه منطقة أثرية، آثار رومانية، راك تشوف كيفاش مخربة الآثار هذه، آثار تاع الحفر العشوائي. إذا عجزنا على البناء فلا يجب أن نهدم ما هو موجود، خاصة أن هذا الأخير
عمره آلاف السنين. والسؤال المطروح: أين هي مديرية الثقافة بالولاية والوزارة الوصية على الآثار؟